الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله الطاهرين المطهرين. أحبابي في الله، لقد انطلقت حملة شعواء يتزعمها رئيس دولة تدعي أنها دولة الحق والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنها دولة التنوير. رئيس فرنسا ارتكب الجرم الأكبر وأساء لسيد خلق الله أجمعين وحبيب الرحمن سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جرم كبير من رئيس دولة. حقا أن قدره يعني ضعيف وقليل وتاريخه بذيء، ولكننا نعلم أنه رئيس دولة كانت عظمى وتضاءلت جدا، كانت تحتل أماكن وبلاد كثيرة حول العالم من مشرقه إلى مغربه، ولكنها اليوم تقلصت بشكل كبير جدا، فلم تعد فرنسا تلك الدولة الاستعمارية الكبرى التي عرفها العالم منذ 100 عام تقريبا. فرنسا احتكرت منافع الدول المحتلة، وما زالت تسرق كثير جدا من ثروات الدول المحتلة سابقا والمستقلة صوريا حاليا. فقد أنشأت منظمة الفرنكوفونية، وهي منظمة احتلالية واحتيالية لتستطيع أن تسيطر على ثروات ومقدرات الدول التي استقلت شكليا ولكن ما زالت تحت العباءة الفرنسية حتى تاريخه، حتى اللحظة. هذا الرجل رغم تاريخه البذيء لابد أن نتعامل معه بشكل يتناسب مع كونه رئيسا لدولة طبقا لميثاق الأمم المتحدة تعتبر إحدى الدول العظمى الخمسة. حقيقة أن ميثاق الأمم المتحدة ظالم بشكل كبير، وأن الدول الخمسة ليست كلها عظمى وليست مؤهلة للقيام بدورها في قيادة العالم، بل تقودها دول أخرى. معلوم أن أمريكا هي الدولة العظمى الوحيدة حتى الآن، وتنافسها دولة الصين وروسيا. رغم كل ذلك، ورغم أن الرسوم المسيئة لسيد خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت في هولندا ثم انتقلت إلى دول أخرى وانتهت الآن
في فرنسا إلا أننا نقيم الدنيا ولا نقعدها لأيام، ونقول مقاطعة المنتجات الهولندية، وبعد ذلك نعود لنقول الآن مقاطعة المنتجات الفرنسية. بعض الدول تقاطع منتجات دول أخرى لأسباب مختلفة ومتعددة، أغلبها أسباب سياسية، وأغلب الظن أن كل المقاطعات لم تستمر كثيرا، لكننا ورغم حبنا الشديد لسيدي وسيد خلق الله أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنني أقول أن تلك الحملات في الغالب الأعم فاشلة، لأنها لن تستمر طويلا، وإنما المقاطعة الحقيقية التي يجب أن نقوم بها هو مقاطعة السلع الأجنبية بشكل عام، والاكتفاء بالسلع الوطنية، سلع محلية الصنع قدر الإمكان. فإن لم نستطع أن نجد ما نحتاجه في سلعنا الوطنية، فمن الأجدر أن نتجه إلى إحدى الدول الإسلامية لنستورد منها احتياجاتنا التي لا نجدها على أرضنا الوطنية، وأن نسعى جاهدين لأن نوجد تلك السلع كإنتاج وطني محلي لنقوم بدعم اقتصادنا القومي. كل دولة على حدة يجب أن تعمل جاهدة لأن تكتفي ذاتيا، وإن لم تستطع فالخيار التالي مباشرة هو الدول الإسلامية، بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين الحكومات، إنما التعامل من خلال منظومة تجارية إسلامية تتمتع بالتكامل الكامل ما بين أمتنا الإسلامية شيء يرفع من قدرنا بشكل كبير. الخيار الأخير، يجب أن لا نستورد من الدول الأجنبية الغير مسلمة إلا ما لا يمكن الاستغناء عنه مطلقا، وما لا نجده مطلقا في إطار دولنا الإسلامية. المقاطعة يجب أن تكون لكل سلعة أجنبية غير إسلامية بشكل عام، ولكننا بكل تأكيد ندين هذا الفعل الشائن جدا ممن رسم تلك الرسوم المسيئة لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من دعم هؤلاء البذاء الأفاقين الجهلاء الذين يدعون حرية الرأي.
والذين قاموا برسم تلك الرسوم المسيئة. إخوتي الأحباء، ما فعله رئيس فرنسا شيء مشين للغاية، ولكنه جرس تنبيه لينا علشان نعتمد على سلعنا الوطنية. ليس من المهم إطلاقا أن نشتري صنف من الجبن لذيذ جدا، فلدينا من منتجاتنا المحلية ما يعوضنا عن هذا النوع من الجبن بالتأكيد، وأشياء أخرى حتى الأدواء. لما لا ننتج دواءنا وغذاؤنا على أرضنا الوطنية في أي بلد من بلادنا الإسلامية؟ لما نستورد غذاؤنا ودواؤنا من الخارج؟ لماذا كل شيء على جميع المستويات، ملبس، طعام، دواء، كل شيء، حتى السلاح؟ لابد أن ننتج سلاحنا على أرضنا الوطنية. كل دولة لابد أن تعمل جاهدة لأن تنجز صناعة وطنية قادرة على أن تجعلها مستغنية عن استيراد أي سلع من أي دولة أجنبية، وخاصة الدول التي تسيء لسيد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الدول التي أساءت لنا وأساءت لديننا وأساءت لحبيبنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا على وقتكم، وأتمنى أن نعي الدرس ونتعلم أننا يجب أن نقاطع كل السلع المستوردة بشكل عام، وأن نتجه إلى سلعنا الوطنية بعيدا عن سلع الدول الأخرى. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.